حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت اللجنة المالية النيابية عن استمرار مناقشات اللجنة حول مشروع قانون الموازنة المالية إلى 20 من شهر أيار الحالي، وذلك في تمديد عن الموعد النهائي الذي حدده تحالف إدارة الدولة لحسم نقاش الموازنة في 15 من شهر أيار. وقال عضو اللجنة المالية خليل دوسكي إنه تمت استضافة 16 وزارة في اللجنة المالية حتى الآن بشأن الموازنة بغرض إعداد تقرير أولي في 10 من شهر أيار عن الموازنة، مضيفا أن المناقشات قد تستمر إلى 20 من هذا الشهر. حذر النائب عامر عبد الجبار من ارتفاع العجز في الموازنة إلى 100 تريليون دينار، عازيا هذا الارتفاع إلى إجراءات حكومية تتسبب بذلك. وأكد النائب عامر عبد الجبار أن سعر برميل النفط في الموازنة مبالغ به، موضحا أن وزيرة المالية كانت قد قالت إن لديها برقية من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن سعر برميل النفط سيكون 83 دولارا، مضيفا أن أوبك هي المعنية بالأسعار وليس صندوق النقد الدولي. وأوضح النائب أن حجم العجز في الموازنة المقدر ب 64 تريليون دينار قد يصل إلى 100 تريليون دينار. كشف خبراء اقتصاديون عن ارتفاع قيمة موجودات البنك المركزي في العراق، فضلاً عن ارتفاع العملة المصدرة إلى 97 تريليون دينار وبنسبة 20% على أساس سنوي. وبحسب الخبراء فقد ارتفعت قيمة موجودات البنك المركزي بأكثر من 35% على أساس سنوي، لافتة إلى أن احتياطات البنك المركزي من الدولار الأمريكي وصلت إلى أكثر من 114 مليار دولار، مرتفعة أكثر من 61% على أساس سنوي. إلا أن الخبراء أكدوا أن قيمة الدينار أمام الذهب انخفضت إلى 0.25% على أساس شهري. قالت لجنة النفط والغاز النيابية إن تأخير استئناف تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي أثر سلبا على إقرار موازنة عام 2023. وأضافت اللجنة أن موازنة 2023 تشير إلى تصدير 3,500,000 برميل يوميا، منها نحو 500,000 برميل يتم إنتاجها في كردستان العراق، وأن عدم إنتاج هذه الكمية يكبد العراق خسارة تبلغ 40 مليون دولار يوميا في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجز بنحو 64 تريليون دينار. أعلنت دائرة الجمارك في معبر بروزيخان الإيراني أنه تم خلال شهر نيسان من العام الجاري تصدير 220 ألف طن من السلع الإيرانية إلى العراق بقيمة 90 مليون دولار. وأكد مدير عام دائرة الجمارك في معبر بروزيخان قاسم مطلبي أن كمية البضائع المصدرة من هذا المعبر الرسمي شهدت نمواً بنسبة 5% من حيث القيمة و 4% من حيث الوزن منذ بداية شهر نيسان الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتغزو البضائع الإيرانية السوق العراقية على الرغم من رداءتها، إذ تعتبر إيران العراق في ظل الحكومات المتعاقبة سوقاً لتصريف منتجاتها والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.